هاد الساعه هذا اللي هي 1:49 انا كنت واجد بحديقه الفردوس. صحيح ان حديقه الفردوس يعني هي واحد المعلمه، واحد الحديقه، واحد المتنفس اللي يمكن تفتخر به الساكنه ديال الخريبة، ولكن المشكل هو انه ما كاينش المتابعه، وهذا هو الذي يحز في النفس. حديقة زوينة ولكن اش غادي نقول لكم، كشي موسخ، الوسخ باختو. الساكنة ما كت يعني ما كتحافظش، والمسؤولين ما كاينش متابعة، يعني ما كاينش صيانة وما كاينش. دونك كتجي في الصباح هذا يحز في نفسك انك تشوف الوسخ باختو، الور كو حنا الظاهرة اللي ولات غالبة في المدن المغربية، وهي أنه أي أجنبي أي سائح من اللي كيدخل فالملاحظة الأولى اللي كيلاحظ وهي النظافة. أنا ما عرفتش أنا كيفاش بنادم كيدار على الانتخابات في واحد المستوى عالي وكينسى بلي أن الأرض هي الأصل، نقيو الأرض بعدا عاد نقيو حوايج أخرين بيان سور أبخي ليزيسبخي يا دوطخ شوز، ولكن اللي مهم هو أن هاد الحديقة خصنا نحافظوا عليها. اللي كنقول نحافظوا عليها يعني ساكنة ومنتخبين ومسؤولين، لأن هادي مفخرة سانسيغمون مفخرة. سي با دوني ا تو الموند دافواغ ان جاردان بوبليك كوم سا.